C'est bon, vous êtes tous prêts? إذن عملا بأحكام المادة 252 الفقرة الثالثة من الأمر 2101 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وكذا المادة 55 من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية تسلمت المحكمة الدستورية صباحة اليوم قرارات السلطة القرارات المؤقتة للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مرفقة بملفات المترشحين والتي بلغ عددها 16 ملف حيث تم إيداع هذه الملفات والقرارات على مستوى الأمانة العامة والعملية ما زالت متواصلة لحد الساعة. شكرا. أكيد إذا كان المادة صريحة بالنسبة للمترشحين الذي فيه إمكانية رفض ملف ترشحهم على مستوى السلطة أكيد لهم الحق في إيداع طعن على مستوى على مستوى مصلحة كتابة ضبط المحكمة الدستورية والتي والطعن يكون في شكل عريضة مسببة ولكن في أجل 48 ساعة من ساعة تبليغه. العفو، أهلا وسهلا، مرحبا بكم.